سألت كلها بيكي. يعني لو تحدثنا عن هذه الفكرة لإحياء هذه المنطقة التاريخية بما تضمه من مشاهد ومساجد لآل البيت وصولا لبعض الآثار الأيوبية والمراحل التاريخية اللي يعني ضيفنا الكريم كان يتحدث عنها الآن، رؤية حضرتك لهذه المنطقة وتطويرها أيضا. طيب يعني معلش وليها بداية، آل البيت لم يأتوا إلى مصر لاجئين. تمام دكتور أيمن، مع حضرتك في نفس النقطة وتحدثنا عنها يا فندم. دكتور أيمن ده عالم كبير وكل التقدير والاحترام لسيادته. فهم جايين بيت ستهم، أمنا هاجر المصرية ليها مكانة وليها تأثير كبير جدا في العقيدة المصرية. ستنا ماريا القبطية التي تزوج منها الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت من قرية في المنيا، هي قرية الشيخ عبادة، لو عبادة بن الصامت بنى في القرية مسجد تخليدا لذكرى ماريا القبطية. ما نراه من عدة أماكن تنسب إلى آل البيت، في بعضها بيضم رفات حقيقية زي ما تنسى، وفي بعضها مشهد رؤية زي عتكة زي زينب، كل دي مشاهد رؤية. فهنا حب المصريين لأهل البيت لا يدانيه حبا في العالم الإسلامي كله، حتى إن الفاطميين مجوب مصر ليهم قول مرسول، قالوا ان المصريين محبين آل البيت ولكنهم سني المذهب، يعني ما بقولش شيعة قد بقى حضرتك. فهنا ده يبين لك مكانة آل البيت في نفوس المجتمع المصري، وخاصة عقيدة بني هاشم السيدة زينب التي قالت في شعب مصر: آويتمونا آواكم الله، استقبلتمونا، فدعت لشعب مصر بالبركة وحسن الدعوة. فهنا ديدن المصريين في علاقته بالأنبياء. من قبل ذلك الدولة الوحيدة اللي زارها السيد المسيح عليه السلام كانت مصر، وعندما دخل مصر عند سهل الطين شرق بورسعيد قال: مبارك شعبي، نسب شعب مصر إليه، فقال: مبارك شعب مصر. فكل هذه الأمور تبين مدى ما كان لمصر من مكانة دينية على مستوى العالم كله. يكفي أن مصر هي البلد الوحيدة في العالم التي استمعت إلى صوت المولى عز وجل وتجلى عليها الله سبحانه وتعالى. طبعا جبل طور سيناء وطبعا يعني بما اننا بنحتفل بذكرى تحرير سيناء فذكر حضرتك لهذه الواقعه شيء مهم ايضا. انا بشكر حضرتك جدا على المداخله دكتور مختار الكسباني عالم الاثار الاسلاميه، وان شاء الله يكون